عن الدور القطري يا سيادة اللواء، ازاي متابعه وصولا للنهارده، وهل الاطراف الدوليه اصبحت على علم ووعي بحقيقه هذا الدور ولا هم بيتجاهلوه لمصالح شخصيه؟ هو سؤال مركب لكن ناخده بالتدريج. اتفضل. اول حاجه انا طبعا عشت هناك 7 سنين ونص لحد ما حصل الانقلاب وبدا يجي زوار من دول انا ما بستريح لها زي اسرائيل وغيرها، وبداوا ياخدوا اماكن بعض اللي موجودين في قطر اللي هم بيدرسوا او بيدربوا او بيديروا منشات مهمه في قطر. فانا في 7 سنين ونص خبرت هذا المجتمع وخبرت اللي بيحصل داخل الديوان الاميري، وكان من الاشخاص اللي بيثيروا انتباهي باستمرار وبيستفزوني بتصرفاتهم الغريبة أو الشاذة حمد بن جاسم، وده أنا بعتبره هو شيطان الأحداث اللي تمت في المنطقة طول السنين اللي فاتت دي. وطبعا احنا أثبتنا أو أنا والضباط القطريين اللي كنا منقيينهم ودربناهم أثبتنا أنه هو ده بشغل جاسوس مجند تجنيد كامل في CIA المخابرات الأمريكية وبمرتب، يعني حاجة مخزية للغاية ان رئيس وزراء ووزير خارجية دولة محسوبة دولة علينا في جامعة الدول العربية ويبقى جاسوس لجهاز المخابرات الامريكي. نمرة 2 طبعا عشت في وسط الشعب وشفت الشعب القطري طيب قد ايه، وناس طيبين وعلى سجيتهم قد ايه، وناس محترمين، وكامل احترامي لسيدات قطر ولرجال قطر. الناس اللي عايشة بأقل القليل من قيمة الغاز اللي بيستخرج أو البترول قبل كده. اللي حصل بعد كده قطر تورطت عن طريق الانقلاب بتاع حمد على أبوه، هو حمد بن جاسم، حمد بن خليفة على أبوه ومع حمد بن جاسم اللي كان بيحركه وبيديره في نفس الوقت، إن حمد بن خليفة كان مجرد خيال ظل ما لهوش أي قيمة، هو خيال لتحركات حمد بن جاسم. انتقلنا بعد كده، السؤال طويل ياخد يوم فأنا بجري بعمل انتقالات سريعة. الورطة ان هم كانوا شغالين اساسا لتنفيذ اوامر السفير الامريكي في الدوحة، والسفير البريطاني بتاعه ما كانش بيأثر برضو، كان بينط علينا في الديوان كل شوية، الديوان الامير يخش يقول البقين لحمد بن جاسم ويمشي التعليمات اللي هيعملوها. هم كانوا بيمولوا الارهاب اللي امريكا عايزاه، العمليات لأمريكا وأوروبا الغربية عايزاها. إنما الإخوان المسلمين اللي موجودين في قطر قدروا يسيطروا على مخ الحمدين ويقنعوهم بأن هم ممكن يقيموا دولة عظمى يبقى عاصمتها الدوحة دولة إسلامية عبر الكون عبر العالم. كلام أرجو أن الناس تعقلوا وتصدقوا الكلام ده، لكن هو ده الخيال اللي عاش فيه الحمدين وبعدين ابنهم ومامته أبلة موزة. تمام. اللي حصل ان احنا دخلنا في موضوع رغبة سرية نشأت داخل الديوان الاميري ان احنا نمول ارهاب جديد غير الارهاب اللي بأوامر من امريكا وبريطانيا ودول الغرب. تمام. وبالتالي بدأنا نشغل لحسابنا ونطلع ومحدش شايف، اهو كله تمويل ارهاب وكله طبعا امريكا وبريطانيا والغرب كله، واحنا هنا في مصر كانوا عارفين ان ده بيحصل بس امريكا والغرب برعاية امريكية. لكن دلوقتي بقى الدور قطري يعني صرف. انما الدور اللي برعاية امريكية مستمر، واتضح لامريكا والغرب ان الادوار اللي بتقوم بها قطر في السر نتيجة توجيهات الاخوان هي لصالح المخطط الغربي في تدمير المنطقة الاسلامية بالكامل. فبالتالي كده يعني هم موافقين موافقة ضمنية ولا هم مش على علم بكل التفاصيل، ولا لا التفاصيل واضحة وهم غاضين الطرف؟ دول عجبتهم اللعبة. عجبتهم. لما كانوا بينفذوا اوامر الامريكان. فراحوا هم اخترعوا لنفسهم كمان محور جديد. محور اكتر من المحور، اكتر من العمليه بتاعت امريكا. امريكا عايزه تخرب، هم عايزين يقيموا حكومات اسلاميه زي اللي بيحصل في ليبيا بالظبط دلوقتي. في اصرار قطري، تمويل قطري باصرار مع تركيا، وتركيا ما عندهاش مانع تشتغل ليل ونهار بس تاخد فلوس. تمام. عشان حالتهم الاقتصاديه اللي بدات تنهار، الليره بتاعتهم بدات تنهار. ما قدامهمش حل غير ان هم ينفذوا اوامر قطر. تركيا بتنفذ اوامر قطر.
فبتنقل كل الامدادات والذخيره وكله مدفوع الثمن ثلاث اضعاف او اربع اضعاف. ان قطر مش عارف ان ده 8 و10 سنت فبيدفع 40 و50 قرش في الشيء. اللي حصل ان احنا النهارده في مواجهه ان امريكا بدات تخش في مرحله تفكير، امريكا والغرب داخلين في مرحله التفكير اللي انا قلت عليها قبل كده، لسه حلمانين باسقاط مصر بس هم عندهم تشكك وان ممكن العلاقات الاقتصاديه ليهم وممكن ينتشروا اكتر داخل افريقيا لو لموا نفسهم مع مصر وسابوا مصر تعيش. ففي حيرة عند الغرب في المرحلة الحالية، ما فيش اتزان كامل او ما فيش قرار كامل. اللي بيحصل بقى ان العيال بتوع قطر بيلاحظوا ان لو هم سقطوا في ليبيا يبقى فشلوا فشل نهائي، وده شيء هيحصل قريب قوي في لحظات قريبة جدا، احنا على بعد خطوات من انتهاء الوجود الإخواني في الأراضي الليبية.